الحارة جت الفكرة هذه مع تجهيز الحارة لشهر رمضان، فكانت الفكرة إنه يكون هذا الشارع يسمى شارع الفن، ويكون طبعاً على اليمين عبارات كل العبارات تدل على التفاؤل، وعلى اليسار وهي رسومات يعني لها مدلولات ورسومات كرتونية. طبعاً في البداية سمي الشارع شارع الفن، وأيضاً يعني هذا صورة كرتونية اللي هو المحقق كونان. لعل جزيرة الكنز يعني 15 رجلا ماتوا من أجل صندوق، يعني هذه يمكن الجميع يعني يعرفها. أيضا الذي مرحبا مليون. يعني الشغل في رمضان عندك انت دائم، الشغل دائما في رمضان افضل الله في رمضان سنويا ما شاء الله كل سنه على طول.